بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وأحبابي طلاب الفرقة الثانية بقسم هندسة الاتصالات، يتجدد موعد الأسبوع معكم اليوم للحديث عن الخطوات الإجرائية لتصميم الليد كومبنسيتور باستخدام البود دايجرام. في الأسبوع الماضي تحدثنا سويا عن إجراءات تصميم اللاج كومبنسيتور. في محاضرة النهاردة بمشيئة الله هنتحدث عن موضوعين. الموضوع الأول هي الخطوات الإجرائية لللاج كومبنسيتور من خلال أمثلة توضيحية، ثم سوف نتحدث عن ما يعرف باللاج ليد كومبنسيتور. في اللاج ليد كومبنسيتور تحدث عن كيفية دمج كلا التو كومبنسيتورز اللي هما اللاج والليد لتكوين ما يعرف بالليد لاج بهدف الحصول على الخصائص المطلوبة للسيستم أو للمنظومة الخاصة به. كما هو معروف أن الترانسفير فانكشن الخاصة ب الكومبنسيتور عبارة عن جين بنسميه كي سي، بطبيعة الحال بيدمج مع الكي اللي هو الجين الخاص بالبلانت علشان يكون عندي ما يعرف بالتوتال جين اللي هو بنضبط برسمة البود دياجرام زي ما هنشوف في الخطوات الإجرائية التالية. وعندي الزيرو دوما بيبقى متقدم على البول، حيث أن موضع الزيرو بيساوي 1 على تي، وهنشوف التي دي هنجيبها ازاي، اللي هي بتساوي 1 على جذر الفا اوميجا ام زي ما هنشوف لاحقا. وعندي البول بيكون عند الموضع 1 على الفا تي، حيث ان الالفا دوما بتكون اكبر من الصفر واقل من الواحد. زي ما تعودنا هنتعلم اجراءاتنا من خلال مثال تطبيقي. المثال التطبيقي دلوقتي بيقول لي consider the system of a loop transfer function is G of S بيساوي 4 على S في S زائد 2. بيقول It is desired to design a compensator for the system so that static velocity error coefficient أو constant اللي هو الكي في يكون بيساوي 20 second minus 1. The phase margin is at least 50 degree and the gain margin is at least 10 decibel. احنا عارفين، وياريت يكون مع حضرتك ورقة وقلم عشان تكتب فيها ملاحظاتك. احنا عارفين ان اول خطوة اجرائية ان احنا بنضبط الترانسفير فانكشن الخاصة بالانكمبنسيتد سيستم اللي هي جي اوف اس عند قيمة للكي او اللي هو للجين، يعني اللي هي بتحقق لي الفيلوسيتي ايرور كوفيشنت، وبنسمي الترانسفير فانكشن بتاعتنا ساعتها جي 1. فعشان كده كانت اول خطوة اجرائية ان احنا بنعمل بنحدد الجين determine gain k to satisfy the requirement on the given static error constant. طب احنا عارفين ان الكي في بتساوي كم بالظبط؟ بتساوي limit، اما الاس تقول الى الملا نهاية لاس في جي سي اوف اس جي اوف اس. طبعا هنا الجي سي اوف اس اما نضربها في الجين بتاعنا اللي هو في الترانسفير فانكشن بتاعتنا اللي هي الجي اوف اس هتساوي ليميت للترم بتاعي اللي هو بالشكل ده الترانسفير فانكشنز بتاعتنا للكومبنسيتور مضروبه في الجي اوف اس. طبعا كل الكلام ده منعوض عن الاس بيساوي 1 بيساوي 0 اسف، هنلاقي ان الترمين دول هيضيعوا، يبقى اذا الجي الترانسفير فانكشن بتاع الكومبنسيتور هتكون بتشارك بواحد. الجي 1 هتساوي 4 كي على اس زائد 2، يعني اذا 4 كي على الاثنين اما نعوض عن كل اس بزيرو، مع ان الاس اللي هي موجوده في البسط هتروح مع الاس اللي موجوده في المقام، يبقى اذا 2 كي هيساوي 20 او بمعنى ادق ان الكي هتساوي 10. يبقى دي أول خطوة إجرائية، ودي اعتدنا عليها في الأسبوع الماضي ما كنا بنتعلم مع بعض إزاي نصمم اللاج كومبنسيتور. يبقى إذا إحنا هنعوض عن كل اس
في الليمت بتاعنا بزيرو، مع مراعاة ان السيستم بتاعي من تايب 1، يعني اذا الاس اللي جاية متبوعة بالليمت هتروح مع الاس اللي موجود عن البول اللي عند الاوريجين، يبقى اذا هيتبقى 4 كي على اس زائد 2، هعوض عن الاس بزيرو يبقى 4 كي على 2، يبقى اذا 2 كي هتساوي 20، يبقى الكي بتاعنا هتساوي 10. هاخد ال 10 دي واعوضها في الجي 1 اوف اس، يبقى هشيل اللي هيبقى عندي 4 في كي، يبقى اذا 4 في كي على اس زائد اس زائد 2، الكي عندي بكام قلنا؟ ب 10. اما نطلع الاتنين دي بره هيبقى عندي 20، 20 في اس في 1 زائد نص اس. طبعا هنا هنشيل كل اس ونعوض عنها بجي اوميجا، يبقى هيساوي 20 جي اوميجا على 1 زائد نص جي اوميجا، 1 زائد نص جي اوميجا. تمام تمام. من تاني هقول لك هنعوض عن قيمه الكي اللي احنا جبناها بكام؟ ب 10 في جي 1 في جي 1 اوف اس، اللي هي ب 4 في 10 على اس في اس زائد 2. طبعا احنا بنحط التايم كونستانت فورم بتاعتنا، يبقى الاثنين دي هنطلعها بره كمشترك، هيبقى ال 40 على الاثنين ب 20، وهيبقى هنا بدل اس زائد 1 هيبقى 1 زائد نص اس، هشيل كل الاس واعوض عنها بجي اوميجا، يبقى اذا الترانسفير فانكشن بتاعتي في الفريكوانسي دومين هتساوي 20 على جي اوميجا في 1 زائد نص جي اوميجا. يبقى اذا هنا اول حاجه لازم اعرفها ان انا هيبقى عندي كورنان فريكوانسي عند 2، ده اللي هو الخط ده هيكون موضع تغير في الميل الخاص بالبوت بلوت ماجنتيود عند 2، لان ده بالنسبه لها هيبقى الكورنال فريكوانسي. طبعا كده انا هضبط الترانسفير فانكشن، هضبط الماجنتيود بلوت عند 20، يبقى المفروض ان انا عندي 20 لوج 20. طبعا 20 لوج 20 بيساوي 26 ديسيبل، اللي هي النقطه دي 26 ديسيبل. يبقى اذا البول اللي ات اوريجين زي ما احنا اتعودنا قبل كده، والكلام ده طبعا كلكم بقيتوا فاميليار بيه، بيكون بيمثل ب خط مستقيم ميله ناقص 20 ديسيبل لكل ديكيد، ويمر بالاوميجا بتساوي عند الاوميجا بتساوي 1 بنقطه الزيرو ديسيبل. طبعا اما اجمع تمثيل الخط ده مع ال 20 لوج 20 اللي هم ب 26 ديسيبل، يبقى اذا هيمر، اما اجمع الاثنين على بعض يبقى هيبقى عندي خط اللي هو قدامي اللي انا بشاور عليه ده، هيكون ميله ناقص 20 ديسيبل بس عند اوميجا بتساوي 1، هيمر بالنقطه كام؟ برافو عليك، سامع واحد فيكم بيقول 26 ديسيبل. طبعا الخط اللي انا هرسمه ده هفضل امده الى ان اقابل اول كورنال فريكوانسي. اول كورنال فريكوانسي بتاعنا عندي كام؟ عند 2، اللي هو الكورنال فريكوانسي اللي هنا ده اللي هو 1 على تي، 1 على 1 على نص بيساوي 2، يبقى ده اول كورنال ايه؟ فريكوانسي بتاعنا ده. طيب الكورنال فريكوانسي ده يناظر ايه؟ ايوه برافو عليك، يناظر سيمبل بول. طيب السيمبل بول بيمثل بايه؟ قلنا بيمثل بخط مستقيم ميله كام؟ ناقص 20 ديسبل لكل ديكيد. طب الميل بتاعي اللي انا كنت نازل بيه كام؟ برافو سامعكم بتقولوا بناقص 20 ديسبل، يبقى ناقص 20 وناقص 20 بكام؟ بناقص 40 ديسبل بير ديكيد، اللي هو الخط اللي انا بشاور عليه بالبوينتر ده. طبعا الخط ده اما بيتقاطع مع الزيرو ديسبل اللي قدامنا ده، بيتقاطع في نقطة بنسميها ايه؟ مين فاكر؟ ايوه تمام، بنسميها الجين كروس اوفر فريكوانسي. طيب الجين كروس اوفر فريكوانسي ده بنعمل بيه ايه؟ بنعين منه الفيز مارجن بتاع السيستم. يبقى اذا انا لازم ارسم الفيز بلوت. طيب الفيز بلوت بيساوي كام؟ طبعا انا مش حاطط الجدول كما اعتدنا، انت حضرتك هتستكمل المسألة دي ورايا. طبعا احنا عارفين ان الفاي اللي هي الفيز بلوت، الفيز بتاعتي اللي هي كعلاقة مع التردد، هتساوي أول حاجة البول، طبعا هنا البوست بجين ده بكام مشاهمته؟ أيوه بزيرو ديسبل، يعني مش هيخش معايا في الحساب. طيب البول أت أورجين بيساهم بكام؟ بناقص 90 درجة. تمام، يبقى ناقص 90 درجة أهي، ناقص دي هيشارك بكام؟ طبعا ده عشان بول هيبقى ناقص تان ماينس 1 نص أوميجا، تان ماينس 1 نص اوميجا. طبعا المفترض ان حضرتك هتاخد المعادله دي وتعمل جدول وتبدا تحسب قيم فاي اللي هي الفيز
مع الترددات المختلفة. يعني تجيب قيمتها عند أوميجا مرة بتساوي واحد، عند أوميجا بتساوي واحد ونص، عند أوميجا بتساوي اتنين، عند أوميجا بتساوي تلاتة، عند أوميجا بتساوي أربعة، بتساوي 10، 15، 20، and so on قدر المستطاع. وبعد كده بتوصل النقاط علشان ترسم منحنى الفيز. يبقى المنحنى اللي قدامي دي هو منحنى الفيز من خلال جه منين؟ جه من خلال المعادلة دي مع التعويض عن قيمة أوميجا بالقيم اللي أنا أشرت إليها من لحظات. تمام، يبقى إذا الخط اللي هو الأزرق ده اللي هو بيعبر عن الجين كروس أوفر فريكوانسي، أما بمده لغاية أما يتقاطع مع الفيز مارجن، أدا الفيز مار الفيز قصدي بلوت، أدا الفيز بلوت بتاعي. تخيل معايا إن نفس الشكل ده موجود تحت الماجنتيود بلوت، وان الخط ده ممتد لغاية اما يتقاطع مع الفيز بلوت في نقطة اللي انا بشاور عليها بالبوينتر دي. هحسب المسافة اللي ما بين هذه النقطة وما بين الخط الريفرنس بتاعي، الخط المرجعي بتاعي اللي هو ناقص 180 درجة. هلاقي ان الفيز مارجن بتاعتي هتساوي كام؟ هتساوي 17 ديجري. يبقى اذا بعد ما انا ضبطت الماجنتيود بلوت بقيمة الكي اللي هي كان بيساوي 10، لقينا ان السيستم بتاعي اللي هو الانكمبنسيتد سيستم محققش التايم دومين سبيسيفيكيشن اللي هي ممثله في ان الفيز مارجن لازم تكون كام؟ 50 ديجري. يبقى اذا انا ساعتها هحتاج ان انا اضيف زاويه تساوي تقريبا 33 درجه، اللي هي الفرق ما بين الفيز مارجن الحاليه للانكمبنسيتد سيستم اللي هي 17 والفيز مارجن الديزايرد اللي هي 50. يبقى الفرق ما بينهم كام؟ 33 درجه. طيب ال 33 درجه دي من ده من غير ما احط تاثير الكومبنسيتور اللي هو الليد كومبنسيتور اللي هو بيساهم من كام لكام؟ بيساهم من 5 درجات ل 12 درجه. في حد الادنى لو انا خدت الخمس درجات يبقى اذا الماكسيمم فيز اللي انا عايز اضيفها على الكومبنسيتد سيستم هيساوي ال 33 درجه اللي انا قلت اللي هي الفرق ما بين 50 و17، واضيف عليها 5 اللي هو تاثير اضافه اللي هي الكومبنسيتور على المنظوم. يبقى اذا الفاي ام هتساوي كام؟ اذا الفاي ام هتساوي 38 درجه. اذا الفاي ام هتساوي كام؟ الفاي ام بتاعتي هتساوي 38 درجه اللي هي الماكسيمم فيز اللي انا هضيفها على الانكمبنسيتد سيستم. علشان كده هيبقى ده موعدنا مع الخطوه الاجرائيه الثانيه اللي هي في حاله عدم تحقق الفيز مارجن ان احنا هنحين النيسيسري فيز ليد انجل تو بي ادد تو ذا سيستم اللي احنا طلعناها بكام؟ ب 38 درجه دلوقتي. طيب هعمل بيها ايه الفيز انجل دي؟ الفيز انجل هجيب منها الاتنويشن فاكتور بتاعي اللي احنا هنسميه كام؟ الفا، اللي هو قيمته هتكون محصوره من كام لكام؟ من زيرو، اكبر من الزيرو واقل من كام؟ من الواحد. طيب هنا يبقى هقول ساين كام؟ ساين 38 هيس 38 درجه طبعا هيساوي الفا ناقص واحد على الفا زائد واحد. اما حل المعادله ديت هتبقى مجهول في كام؟ مجهول في الفا. هنلاقي ان اما اعوض عن فاي ام ب 38 هلاقي ان الالفا بتاعتها هتساوي كام؟ 24 من 100. هلا ان الالفا بتاعتي هتساوي كام؟ 24 من 100. تمام، طب وبعدين؟ بعد كده هبدا اعمل الخطوه الاجرائيه الثالثه اللي هي ايه؟ هرسم طبعا هنا هجيب ما يعرف بيه، اجيبها كماجنتيود الاول، هعوض عن قيمه الفا في المعادله دي اللي هي ماينس 20 لوج 1 على جذر الفا، هعوض عن الفا بالقيمه اللي انا جبتها تو دلوقتي اللي احنا قلناها بكام؟ ب 24 من 100. هعوض عليها في المعادلة دي هيطلع لي قيمة الماجنتيود تقريبا 6 ديسيبل. تقريبا كام؟ 6 ديسيبل بالماينس طبعا. 6 ديسيبل بالماينس هقوم جاي راسم خط افقي. يعني هنا اما اعملها لك يعني للاسف الخط قد يكون مش هيبقى مستقيم، لكن حضرتك طبعا هتستعمل المسطرة. هرسم خط افقي اللي هو الخط اللي قدامنا ده اهو. لو تخيلنا ان انا برسم خط افقي اهو بمقدار ناقص 6 ديسيبل، يعني معلش انا اسف الخط متعرج، لكن الخط ده هيكون خط مستقيم حضرتك انت هتضبطه بالمسطره بتاعك. الخط ده هرسمه بخط بناقص 6 ديسم لغايه اما يتقاطع مع الانكمبنسيتد كيرف
اللي احنا كنا لسه راسمينه فوق هنا اهو، اول لما يتقاطع مع الانكمبنسيتد كيرف هيتقاطع في النقطة دي. تمام، همسح بقى الخط اللي انا كتبت ده علشان حضرتك تبقى الرسمة بتاعتك واضحة فيما بعد. يبقى هنا هرسم الخط المستقيم، وبعد ما ارسمه هذا الخط المستقيم هيتقاطع مع الانكمبنسيتد كيرف في النقطة دي. طب النقطة دي اما تقطعها اعمل ايه؟ هحاول انزل اشوف تعادل ايه من الرادي من الفريكوانسي على على التدريج بتاعي. هنلاقي ان الفريكوانسي بتاعتي عند اللحظة دي كان هتساوي 9 راديانس بير سكند تقريبا. يبقى من تاني كده انا جبت النيو جين كروس اوفر فريكوانسي اللي هو هضبط عليه المنظومة بتاعتي في الكومبنسيتد سيستم. يبقى من تاني انا قلت ايه؟ انا قلت واحد هرسم البوت بلوت بتاعي والفيس بلوت لقيمة الجي 1 اللي هي كي فيها هتحقق لي الفيلوسيتي ايرور كونستانت اللي هو طلبها مني، اللي احنا جبناها بكام؟ جبناها ب10. رسمنا من خلالها الجي 1 ماجنتيود بلوت، ورسمنا من خلالها الفيز مارجن بتاعي الفيز بلوت بتاعتي. جبنا الفيز مارجن طلع بكام؟ ب17. احنا كانت ديزايرت كام؟ 50. قلنا يبقى فاضل ما بيننا في الفرق كام؟ 33 درجه. قلنا يبقى احنا محتاجين ندخل ليد كومبنسيتور هيساهم بكام؟ قلنا بيساهم من 5 ل 12 درجه. احنا هناخد الحد الادنى كام؟ 5. يبقى 33 زائد 5 بكام؟ ب 38. عوضت في الساين فاي ام اللي هي بتساوي الفا ناقص 1 على الفا زائد 1 عن الفاي ام بكام؟ ب 38 اللي هي الماكسيمم فيز ب 38. طلعت قيمه الالفا ب 24 من 100. عوضت في القيمة اللي هو الماجنتيود ناقص 20 لوج 1 على جذر الفا طلع بكام؟ بناقص 6 ديسيبل تقريبا. رسمت خط افقي مقداره 6 ناقص 6 ديسيبل هيتقاطع مع الانكمبنسيتد سيستم في نقطة. النقطة دي اهي هجيب منها النيو جين كروس اوفر فريكوانسي. النيو كروس جين كروس اوفر فريكوانسي اللي هو هيساوي كام في المثال بتاعي؟ هيساوي 9 راديانس بير سكند. يبقى اذا بالتعويض عن فاي بتساوي 8 بتساوي 24 من 100 هيكون سببه ان الفاي ام بيساوي 38 درجة. يجب التنويه ان في بعض المراجع ساعات بيستبدلوا ناقص 20 لوج 1 على جذر الفا زي ما هنشوف في المثال اللي جاي ب10 لوج الفا. هل ديت مخالفة لدي؟ لا، لان لو بصينا لجذر الفا هو في الاساس بيساوي كام؟ الفا اس نص، والفا اس نص فين؟ في المقام. يبقى لو انا شلت 1 على جذر الفا ممكن استبدلها بالفا اس ناقص نص. ناقص نص لما تطلع بره اللوج يبقى ناقص 10 في ناقص نص بيساوي 10 لوج الفا. فسواء كتبتها 10 لوج الفا او ناقص 20 لوج 1 على جذر الفا الاثنين نفس المقدار. يبقى اذا احنا كده عيننا النيو جنين كروس اوفر فريكوانسي اللي هو الام جي سي نيو بيساوي كام؟ بيساوي 9 راديانس بير سكند، ودي عيناها في الخطوه الاجرائيه رقم كام؟ رقم 3 و4. طيب عندنا هنا قلنا ان التي ان التي او الاوميجا سي نيو دي اللي احنا طلعناها ب9 بيساوي 1 على جذر الفا تي. انا عايز اجيب مين؟ تي. يبقى اذا التي بتساوي كام؟ يبقى اذا التي بيساوي جذر الفا اللي هي بكام الالفا؟ ب24 في اوميجا سي. اوميجا سي نيو بقت بكام؟ ب9 راديانس. هيطلع لي ان 1 على تي اللي هو موضع الزيرو الخاص بالليد كومبنسيتور هيساوي 4.41 من 100. تمام. في المقابل احنا عندنا ان موضع البول زي ما احنا استشهدنا هنا في بدايه المحاضره ان البول الخاص بالليد كومبنسيتور بيساوي 1 على الالفا. يبقى عندنا 1 على الالفا كان بيساوي 6 1 على الالفا في قيمه الاوميجا سي بتاعتي، يبقى بيساوي الكلام ده اوميجا سي على جذر الفا. الاوميجا سي بتساوي 9، جذر الفا بيساوي 24 من 100 تطلع بكام؟ ب 18.4 من 10. يبقى 1 على الفا تي هيساوي اوميجا سي على جذر الفا، لان 1 على تي بيساوي كام؟ جذر الفا اوميجا سي. تمام. يبقى اذا عندي الموضوعين بتوع البول بتاعي، واحد هيكون عند الكورنر فريكوانسي اللي هو 4.41 من 100، يعني 4.4 من 10 تقريبا. هنرسم خط رأسي
عشان اما نيجي نعمل التحول في الميول بيمثل الكورنر فريكوانسي الجديد، وهنرسم كورنر فريكوانسي اخر عند كام؟ عند 18.4، يعني 18.5 تقريبا، اللي هو الخط الايه الازرق دومت اللي هي الميول الجديد. طبعا احنا عيننا النيو جين كروس اوفر فريكوانسي كان عند كام؟ عند 9. يبقى اذا كنقطه اتبين منها ان الرسم صحيح ولا لا، لازم من الكومبنسيتد سيستم لازم يمر بالنقطه دي عند الزيرو ديسيبل. يبقى اذا هيبقى الرسمه بتاعتي عادي خالص هنا، ده اللي هو الاسلوب اللي هو جي اوميجا اللي هو خاص بالانكومبنسيتد سيستم اللي هو ده. ايه عند 2 كان عندي السلوب هيتغير بناقص 40 ديسيبل، لقيت كورنر فريكوانسي اللي هو بدءا من كورنر فريكوانسي 2 لقيت الكورنر فريكوانسي رقم 4. طبعا هنا هيبقى السمبل بول بناقص 20، وانا كنت ناقص بناقص 20، يبقى السلوب ده بكام؟ بناقص 40، اللي هو الجزء ده من ال كومبنسيتد سيستم. ابتداء من اول كورنر فريكوانسي للكومبنسيتور هيبدا التغير في الميول. اول تغير ده عباره عن ايه؟ سمبل زيرو اللي هو كان عند كام؟ عند 4.41 هيمثل السمبل زيرو بتاع الكومبنسيتور اللي هو قدامنا ده، تمام. طب السمبل زيرو بيمثل بكام؟ بستريت لاين. الاسلوب بتاعه كام؟ 20 ديسيبل بير ديكيد بالموجب. طب انا نازل بكام؟ بناقص 40 ديسيبل بير ديكيد. يبقى السلوب الجديد هيكون كام؟ سالب 20 ديسيبل بير ديكيد. اما ارسم الخط المستقيم ده اللي هو ميله سالب 20 ديسيبل بير ديكيد، لازم يمر بالزيرو ديسيبل عند النيو جين كروس اوفر فريكوانسي اللي هو عند 9 راديانس بير سكند تقريبا، تمام. تمام، وهفضل امتد بهذا الرسمه لقيت الكورنر فريكوانسي الثاني اللي هو كان عند كام؟ عند 18.4، عند 18.4، اسف، 18.4. طيب ال 18.4 ده يناظر ايه؟ يناظر سمبل بول. طب الاسلوب بتاع السمبل بول كام؟ بعد الكورنر فريكوانسي بناقص 20، بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد، وانا كنت نازل بكام؟ هنا كنت نازل بناقص 20، بناقص 20 وناقص 20 بكام؟ بناقص 40 ديسيبل بير ديكيد اللي هي الرسمه اللي قدامنا دي. ويبقى الخط المتصل ده كان يناظر الكومبنسيتد سيستم اللي هو جي سي مضروبه في الجي. طبعا هنا هنرسم بقى الفيز مارجن بتاع الكومبنسيتد سيستم، ما تنساش ان انت تعملها. الفيز مارجن للكومبنسيتد سيستم بيساوي، خد بالك، هيبقى ناقص تي ناقص 90 ناقص تان ماينس 1 نص اوميجا، وبعد كده نشوف مشاركه السمبل بول هيبقى زائد تان ماينس 1 1 على 4.41 وناقص تان ماينس 1 1 على 18.4. المعادلة دي هعوض فيها مع تغير في قيمة الراديانس بتاعتي عشان ارسم البلوت اللي هو المتصل ده الخاص بمين؟ بالكومبنسيتور. طبعا اما انزل من عند النيو جين كروس اوفر فريكوانسي دي بخط رأسي حتى يتقاطع مع الفيز مارجن للكومبنس الفيز للكومبنسيتد سيستم، هنلاقي ان الفيز مارجن اتحققت بقت بكام؟ بقت بخمسين درجة. وبكده اقدر اقول طبعا هنا واضح جدا ان الجين مارجن هيكون بما لا نهايه، لان الفيس بلوت ما اتقطعش مع الخط الناقص 180. يبقى طالما كده يبقى اذا الجين بتاعي هيكون ما لا نهايه. هو اشترط ان الجين يكون 10 اتليست، يعني ممكن يبقى اكتر. وعلى فكره كل ما الجين مارجن يزيد كل ما زادت الاستابيليتي بتاع السيستم. يبقى بالشكل ده احنا قدرنا نحقق الخصائص في التايم دومين سبيسيفيكيشن اللي هو طلبها مني. تعالى ننتقل الى الشريحة المقبلة، وفيها هنشوف مثال اخر يعمق فهمنا للطريقة اللي احنا شرحناها. بس قبل اما ننتقل للشريحة الجديدة نلخص مع بعض الخطوات الاجرائية اللي احنا عملناها. اول حاجة قلنا ان احنا بنضبط الـ Uncompensated Transfer Function عند قيمة للجين تحقق لي الـ Velocity Error Constant Coefficient، دي اول حاجة. تاني حاجة بنعين الفيز مارجن وبنشوف لو الفيز مارجن اتحققت يبقى خلاص السيستم هيبقى بروبوشنال كنترولر بس، اما لو ما اتحققتش بنعين ما يعرف بالماكسيمم فيز وبنضيف لها من 5 درجات الى 12 درجة علشان نشوف اقصى مشاركة للكومبنسيتور عشان نحقق الفيز مارجن الديزايرد فاليو، تمام.
من خلال الفاي ام دي هجيب الاتنويشن فاكتور اللي هو الفا، وبعد كده من خلال الالفا ومن خلال 10 لوج الفا او ناقص 20 لوج 1 على جذر الفا، قلنا الاثنين متشابهين، هنعين منها الجين كروس اوفر فريكوانسي الجديد. وبعد كده من خلال الاوميجا سي، اوميجا سي نيو، ومن خلال قيمه الالفا هقدر اعين اول موضع في للكومبنسيتد زيرو اللي هو التي اللي هو هيساوي اوميجا سي في جذر الفا، ومن خلالها برضو هعين موضع البول اللي هو بيساوي 1 على الفا تي بيساوي اوميجا سي على جذر الفا. وبعد تعيين موضع البول والزيرو بقدر اعين الكومبنسيتد سيستم واشوفه واختبره واشوفه حقق الديزايرد فاليو ولا لا. ننتقل مع للشريحة المقبلة نشوف المسألة التانية هتقول. في المسألة الجديدة بيقول لي ان عندي الانكمبنسيتد سيستم عبارة عن بيساوي كي على اس تربيع. طيب واضح جدا ان ده تايب 2 سيستم بتاعي من النوع تايب 2، وعندي الاتش اوف اس بيساوي 1، يعني اذا الجي اوف اس اتش اوف اس هيساوي كي 1 على اس تربيع. هنا بيقول لي ان السيتلينج تايم بتاعي اللي هي الخصائص اللي هو طالبها انها تكون 4 سكند، والسيستم دامينج كونستانت بتاعتي اللي هو الزيتا اللي هو دامينج ريشيو يعني بيكون اكبر من او يساوي 45%. طبعا هنا هناخد القيمه الحد الادنى اللي هي 45 من 100، اذا هو اداني الزيتا خلاص، يبقى انا اذا من الزيتا دي اقدر اجيب الفاي ام على طول. انا عارف ان الفاي ام بتاعتي بتساوي كام، فاكرين في قانون كنا انا قلته لك قبل كده اللي احنا كنا بنقول ان الفاي ام اللي هو الفيز مارجن بيساوي تان ماينس 1 2 زيتا على الجذر التربيعي لناقص 2 زيتا تربيع زائد الجذر التربيعي ل 1 زائد 4 زيتا اس 4. فاكرين القانون ده؟ تمام. هنعوض فيها على قيمه الزيتا بتساوي 45 من 100، هيديني ان الفيز مارجن الديزايرد فاليو بتاعها كام؟ 45 درجه. طبعا هنا هتلاحظ هنا ان هو ما ادانيش اي معلومات عن الستيدي ستيت ايرور كوفيشنتس، لا كي في ولا كي اي ولا كي بي. يبقى اذا هنا انا من حقي ان انا اضبط الجين عند اي فاليو انا عايزها. وهنا هنفترض ان الكي 1 هنفترض افتراضا مجرد افتراض تقديري هنفترض ان هي بتساوي 10، هنفترض ان هي بتساوي 10 لان لوج 10 بتساوي 1. يبقى اذا هنا اما اعوض عن 20 لوج كي على افتراض ان كي 1 بيساوي 10 هيساوي 20 ديسيبل. طبعا هنا البوت دايجرام بتاعي هيكون سهل جدا جدا الرسم بتاعه. ليه؟ لان انا عندي اتنين بول متكررين عند الاورجن، معنى كده ان كل بول فيهم هيساهم بخط مستقيم ميله كام؟ ناقص 20 ديسيبل بير ديكيت، ويمر بكام؟ بيمر بالزيرو ديسيبل عند الاوميجا بتساوي 1. بس انا عندي كام بول متكرر عند نقطه الاصل؟ ايوه عندي اتنين. يبقى اذا الخط المستقيم اللي هينتج من تكرار تو بول ات اوريجين هو عباره عن خط مستقيم ميله بناقص 40 ديسيبل بير ديكيد اللي هو تاثير الاثنين بول مجتمعين، ويمر هذا الخط المستقيم عند اوميجا بيساوي 1 بخط الزيرو ديسيبل. تمام. يبقى اذا اما اعمل شيفت لهذا الخط المستقيم بقيمه قدرها 20 لوج 10 اللي هي انا افترضت قيمه الكيب كام؟ ب 10، 20 لوج 10 ب 10 ديسيبل، يبقى ب 20 لوج 10 ب 20 ديسيبل على اساس ان لوج 10 ب 1، يبقى 20 في 1 ب 20. يبقى انا هعمل شيفت للخط المستقيم اللي ميله قدره كام؟ ميله قدره ناقص 40 ديسيبل بير ديكيد. هعمل له شيفت بمقدار كام؟ بمقدار 20 ديسيبل. يبقى هذا الخط المستقيم عند الاوميجا بيساوي 1 بدل لما يمر بالزيرو ديسيبل هيمر بالنقطة ال 20 ديسيبل بتاعتي. ليه؟ عشان انا جمعت تأثير ال 20 لوج كي على تأثير التوبول ات اوريجين. تمام؟ يبقى إذا البوت دايجرام بتاعي كله على بعضه هو اللي عبارة عن الخط المستقيم اللي قدامنا ده، اللي هو خط مستقيم ميله سالب 40 ديسيبل بير ديكيد، يمر عند الأوميجا بيساوي 1 بالنقطة 20 ديسيبل، لأن أنا بذكرك مرة تانية جمعت تأثير ال 20 لوج 1 لوج كي اللي احنا عوضنا عنها ب 10 على تاثير التوبول ات اوريجن. تمام. طيب الفيز مارجن بتاعي بكام؟ طيب احنا عارفين ان البول ات اوريجن بيساهم بكام؟ بناقص 90 ديجري. طب انا عندي كام بول؟ عندي اتنين، كل واحد فيهم هيساهم بكام؟
بناقص 90 ديسيبل بير ديكي. يبقى اذا الفيز مارجن اللي هو الخط الازرق اللي تحت ده اللي هو الخط المستقيم ده اللي كام مقداره كام؟ ناقص 180 درجه. يبقى الفيز مار الفيز ماجنتيود بتاعي هو الخط المستقيم ده اللي ميله كام؟ ناقص 40 ديسيبل بير ديكي. والفيز بلوت بتاعي اللي هو ايه؟ الخط اللي لونه ازرق ده اللي يتطابق مع الخط الريفرنس بتاعي اللي هو ناقص كام؟ ناقص 180 درجه. طيب الفيز مارجن بتاعتها هتساوي كام بقى؟ لو تلاحظ هنا ده الكروس الجين كروس اوفر فريكوانسي هنا، اما انزل بخط راسي كده من الجين كروس اوفر فريكوانسي كده هنلاقي ان الفيز مارجن بتاعي هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، هيساوي زيرو. طيب هو الديزايرد فاليو عندي بتساوي كام؟ الديزايرد فاليو احنا حسبناها من الزيتا، الزيتا كان ب 45 من 100، اما عوضناه في القانون بتاع الفاي ام طلع لي ان الفيز مارجن ابروكسيمتلي كام؟ 45 درجه. بس انا عندي الاكشوال فيز مارجن كام؟ اكتشفنا دلوقتي ان هي بكام؟ بزيرو. يبقى انا عايز ماكسيمم فيز اضيفها على الانكمبنسيتد سيستم كام؟ طبعا واضح ان هي تبقى 45 درجه. يبقى هعوض عن الفاي ام ب 45 درجه في القانون اللي هو بيقول لي ان ساين فاي ام بيساوي الفا ناقص واحد على الفا زائد واحد. اما اعوض عن فاي ام ب 45 درجه هطلع ان قيمه الالفا عندي هتساوي كام؟ 5.8. تمام؟ حاجه عظيمه جدا. يبقى احنا جبنا الالفا دلوقتي، يا ريت تكون بتجون الملاحظات اللي انا بقولها دي معايا. يبقى عندي الالفا هتساوي 5.8. تمام؟ طب اما جبنا الالفا بتساوي 5.8 هنعمل بقى ايه؟ قلنا ان احنا هنجيب حاجة اسمها ماينس 20 لوج واحد على جذر الفا، او قلت لك ممكن اخليها 10 لوج الفا، الاتنين هما بنفس القيم. يبقى انا هرسم هنا في المثال بتاعي او في المرجع اللي انا انتقيت منه هذا المثال كان مستعمل ان 20 لوج الفا، وانا فسرت لك في الشريحة اللي قبلها ليه ان ناقص 20 لوج واحد على جذر الفا بيساوي 10 لوج الفا، الاتنين بيساوي بعض. هعوض عن الفا بكام؟ ب 5.8، هيطلع لي عندي ان الكيرف بتاعي اللي هو 10 لوج 5.8 بيساوي 7.7 ديسيبل تقريبا. اما ارسم 7.8 ديسيبل تقريبا اللي هو تقريبا 8 ديسيبل، هرسمه لغايه اما يتقاطع معايا مع الانكمبنسيتد ماجنتيود بلوت بتاعي اللي هو ده، هيتقاطع في النقطه دي. هنزل بيه لتحت كده واخد بالك علشان اشوف المقابل بتاعها في الراديانس بتاعتي. هنلاقي ان المقابل بتاعها الاوميجا سي نيو. يبقى انا عندي ما تنساش ان الالفا كان بتساوي قلنا 5.8، وعندي الاوميجا سي نيو اللي انا هطلعها دلوقتي من على المنحنى بتاعي هيساوي، هو تقريبا بيساوي 5 لكن اكزاكتلي بيساوي 4.95 4.95 راديانس بير سكند. تمام، خلاص بقى عندي قيمة الألفا وعندي قيمة النيو جين كروس أوفر فريكوانس. يبقى أنا أقدر أقول إن زد سي اللي هو زد سي ده اللي هو إيه؟ اللي هو الزيرو بتاع الكومبنسيتور بيساوي كام؟ جذر ألفا أوميجا سي، وده هيديهولي بيساوي 2 ديسيبل 2 تقريبا، هيجي مكان الكورنر فريكوانسي بتاعه عند 2 راديانس بير سكند. يبقى هنقوم جاي راسمين اللي هو الخط الرأسي ده اللي هو بيشاور لي على الكومبنسيتور بتاع الزيرو اللي هو الخط الرأسي ده الجميل ده، شايفه ده اللي هو الأزرق ده، اللون الأزرق الجميل ده. تمام، هيبقى عند 2 اللي هو بيعبر عن موضع الزيرو بتاع الكومبنسيتور. طيب ايه كمان عندي؟ البي سي، البي سي هيساوي كام؟ البي سي هيساوي اوميجا سي على جذر الفا، اوميجا سي على جذر الفا هيديني موضع الايه اللي هو هيساوي 12 راديانس بير سكند تقريبا. يبقى ال 12 راديانس بير سكند ده هيناظر لي البول اللي هو الخاص بالكومبنسيتور. تمام، حددت موضع البول وحددت موضع الزيرو، اقدر ارسم بقى الكومبنسيتد سيستم او الكومبنسيتد ماجنتيود بلوت. هنا كنت انا نازل بناقص 40 ما تنساش، هيقابلني تاثير الكومبنسيتور زيرو اللي هو عبارة عن خط مستقيم ميله موجب 20 ديسيبل بير ديكيد. أنا نازل بناقص 40 وهيقابلني بعد الكورنر فريكوانسي اللي هو عند 2 تأثير الزيرو اللي هو يبقى بزائد 20 ديسيبل. يبقى إذا الخط المستقيم الجديد هيكون بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد. أرسمه وهتلاحظ أما هترسمه إن لازم يمر بالزيرو ديسيبل
عند الجين كروس اوفر فريكوانسي الجديد اللي هو كان 94% او تقريبا بيساوي كام؟ 5. لغيت اما مد هذا الخط لغيت الكورن فريكوانسي اللي هو عند 12 اللي هو بتاع مين؟ بتاع الكومبنسيتد بول، بتاع الكومبنسيتد بول. طيب الكومبنسيتد بول ده سمبل بول هيساهم بكام؟ بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد، وانا نازل بكام؟ بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد، يبقى ناقص 20 وناقص 20، يبقى هرسم خط مستقيم ميله كام؟ سالب 40 ديسيبل بير ديكيد. يبقى الخط المنقط ده مع الجزء ده من الانكومبنسيتد سيستم يناظر الكومبنسيتد ماجنتيود بلوت. هنا بقى ما تنساش ان انت هتبدا تعين الفيز مارجن، الفيز مارجن بتاعتي الجديده هتساوي كام؟ طبعا انا مش كاتبها هنا بس تعالى نقولها مع بعض وانت حضرتك دون في ملاحظاتك. هتساوي ناقص 180 درجه. طب ناقص 180 درجه بتوع مين؟ بتوع التو بول ات اوريجن. تمام. وعندي كام مساهمتين؟ المساهمه الاولى بتاعت البول اللي عند البول الزيرو قصدي اللي عند الكورن فريكونسي 2، يبقى هنقول ماينس تان موجب اسف موجب تان ماينس 1 ها كام؟ نص اومجا. تمام. ما تنساش ان انا عندي سيمبل بول عند كورن فريكونسي 12، يبقى هنقول ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 12. 1 على 12 تقريبا بيساوي 83 من 1000، يعني ممكن تقول ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 12 او تقول ناقص تان ماينس 1 83 من 1000 في اوميجا، الاثنين بمعنى واحد. يبقى اذا من خلال الكومبنسيت السيستم اللي قدامنا ده هقدر اعين قيمه الفاي. قلنا تاني الفاي هتساوي كام؟ الفاي اللي هرسم منها الفيس بلوت اللي هو قدامنا ده يبقى الفاي قلنا هيساوي ناقص 180 درجه تاثير التوبول ات اورجي، ناقص تان ماينس واين نص اوميجا تاثير الكومبنسيتد زيرو. طب الزائد قصدي، يبقى تاني اسف نقولها من تاني، ناقص 180 درجه تاثير التوبول ات اورجي زائد تان ماينس 1 نص اوميجا تاثير السمبل زيرو بتاع الكومبنسيتور، ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 12 تاثير السمبل بول بتاع الايه؟ الزيرو. من خلال المعادله دي اللي هي ناقص 180 درجه زائد تان ماينس 1 نص اوميجا ناقص تان ماينس 1 اوميجا على 12، هرسم جدول، هعمل جدول مع قيم متغيره لقيمه اوميجا عند 1 من 10، عند نص، عند 1، عند 2، عند 5، عند 10، عند 12، عند 20، عند 50، كلها قيم واردة هستخدمها لتكوين الجدول اللي هو بيوضح العلاقة بين الفاي والأوميجا، وهرسم منها الفلوس بلوت اللي واضح قدامنا ده بتاع الكومبنسيتد فيز انجل بلوت اللي هو ده. تمام. هاجي اعين الجين كروس اوفر فريكوانسي الجديدة، انزل بها خط رأسي هتقاطع مع الفيز بلوت في نقطة، المسافة دي تقريبا 45 درجة اهي، يبقى انا كده حققت الديزايرد فاليو اللي هو طلبها مني في المساله. مساله بسيطه ولطيفه، ارجو من حضرتك ان انت تحاول تحلها بايديك على ورقه السيميلوك بيبر. بكده يبقى احنا عرفنا مع بعض من المثالين اللي احنا استعرضناهم كيفيه التنفيذ الليج كومبنسي الليد كومبنسيتور ديزاين باستخدام الفريكوانسي ريسبونس ابروتش او باستخدام البوت بلوت ابروتش. طيب هنا يعني اتكلمنا في الكلام ده قبل كده في الشرائح الماضيه وفي المحاضرات الماضيه. هنا انا ممكن اصمم الليد او اللاج كومبنسيتور من خلال الالكترونيك ديفايس اللي قدامنا دي، عندي اوبريشنال امبليفاير وادي الفيدباك امبيدنس بتاعته اللي هي سي 2 وار 2 وسي 1، وعندي هنا الار 1، وعندي ده انفرتر عشان يبقى الجين بالموجب. طبعا هنا من خلال التغير في قيم الار 1 والار 2 والسي 1 والسي 2 هقدر ان انا اعين الكومبنسيتد زيرو، طبعا الكومبنسيتد بتاع الجين اللي هو الكي سي، يبقى هنا الكي سي اللي هيساوي 4 في ار 2 على ار 3 زائد ار 1. الكلام ده هيعينني من خلال معرفتي المسبقه من الاناليسيز اللي انا عملتها بقيمه الكي سي اللي هي بتساوي الكي على الالفا، هقدر اعين قيم الار 4 والار 2 والار 3 والار 1. كمان من خلال معرفتي بموضع الزيتا سي اللي هنا هتساوي 1 على ار 1 سي 1، اقدر اجيب قيم الار 1 والسي 1. كذا الحال بالنسبه للار 2 والسي 2 سواء كان لليد كومبنسيتر او اللاج كومبنسيتر. وده يوضح لك كيفية تحويل الاناليسيس بتاعتنا الى دائرة عملية تقدر تنفذها في الواقع.
وده شكل البي اي كنترولر، وده شكل البي دي كنترولر. تعالى بقى نشوف مع بعض في السلايد اللي جايه دي، او في الشريحه اللي جايه دي، تعالى نشوف ما يعرف بكيفيه عمل ديزاين لما يعرف بالليد لاج ليد كومبنسيتور. هنا هنبدا ندمج الطريقتين اللي خدناهم في المحاضره الماضيه مع المحاضره الحاليه. هصمم الليج كومبنسيتور، اللاج كومبنسيتور، علشان احقق التايم دومين سبيسيفيكيشن، خاصه بالكوفيشنتس بتاعه الايرور، الستيدي ستيت ايرور. وهستعمل بعد كده اللي هو الليد كومبنسيتور عشان اضبط الفيز مارجن بتاعتي. تعال نشوف ازاي نعمل ما يعرف بالليد لاج كومبنسيتور. تعالوا مع بعض نحاول نشوف الخطوات الإجرائية لتصميم اللاج ليد كومبنسيشن بيزد اون فريكوانسي ريسبونس ابروتش. زي ما اتفقنا مع بعض في تقديمنا للمحاضرة ان اللاج ليد كومبنسيشن هو عبارة عن جمع الخطوات الإجرائية لللاج والليد معا. تعال نشوف هذه الخطوات وهذه الطريقة من خلال مثال تطبيق. طبعا هنا هو مديني اليونيتي فيدباك او اللوب كنترول فانكشنز ترانسفير فانكشنز بتاعتي، اللي هي عباره عن كي على اس في اس زائد 1 في اس زائد 2. تمام. هنا هو طالب مني ان يكون الاستاتيك فولستي ايرور كوفيشنت بيساوي 10، وطالب مني ان الفيز مارجن بتساوي 50، وان الجين مارجن بيساوي 10 ديسيبل. طبعا احنا عارفين مع بعض، واحنا الخطوات الاجراء دي قررناها كتير، ان اول حاجه ان انا هجيب ما يعرف بالجي 1. ايه هي الجي 1؟ الجي 1 هي عباره عن الانكومبنسيتد سيستم بعد ضبط قيمه الكي عند قيمه تحقق لي الريست ايرور كوفيشنت. يبقى اذا ليميت اما الكي اما الاس تقول الى 0 لاس في كي على اس في اس زائد 1 في اس زائد 2. اما عوض طبعا هنا الاس اللي هي البول اللي ات اوريجن هتروح مع الاس اللي هي بعد الليميت مباشره، وهنا هيلاحظ ان الكي في هيساوي كي على 2. الكي في بيساوي كي على 2، وحيث ان الكي في بيساوي 10، يبقى اذا قيمه الكي هتساوي كام؟ 20. هعوض هنا عن قيمه الكي بيساوي 20، يبقى انا كده وجدت ما يعرف بالجي 1 اوف اس. هنا ال 20 اما احط دي في التايم كونستانت فورم، يبقى هطلع الاثنين بره مشترك، يبقى 20 على الاثنين ب 10 في اس في اس زائد 1 في 1 زائد نص اس. كده يبقى انا حطيتها في التايم كونستانت فورم. طبعا اول خطوه طبعا هعملها ان انا همثل ال 20 لوج كي اللي هو هتبقى 20 لوج 10، لان الكي هنا هتبقى بتساوي 20، اللي هو عباره عن الخط البرتقالي اللي قدامنا ده اللي هو قيمته 20 ديسيبل بير ديكيد، 20 ديسيبل ولا يتاثر بالتغير في الفريكوانسي. طبعا اول متغير هنا هيبان عندي اللي هو البول ات اوريجين، اللي هو بيناظر خط مستقيم ميلو ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد، ويمر بخط بنقط بخط الزيرو ديسبل عند اوميجا بتساوي 1. طبعا اما اجمع تاثير ال 20 لوج كي مع تاثير البول ات اوريجن، يبقى انا هشفت اللاين اللي هو بناقص 20 ديسبل بير ديكيد الى اعلى بمقدار 20 ديسبل، ويبقى بدل ما يمر بالزيرو ديسبل هيمر بنقطه الكام؟ ال 20 ديسبل، اللي هو الخط اللي قدامنا ده، المنقط اللي قدامنا ده. يبقى الخط المنقط اللي قدامنا ده هو تاثير ايه؟ تاثير حاجتين معا وليس حاجه واحده، تاثير 20 لوج كي بلس تأثير البول ات اوريجين. عند اوميجا بتساوي 1 اللي هو يناظر الكورنال فريكوانسي للسمبل بول اللي قدامنا ده، هيبقى بيناظر تأثيره هو عبارة عن ناقص 20 ديسبل بير ديكيد بعد الكورنال فريكوانسي الخاص بيه اللي هو بعد الواحد. طب انا نازل هنا بكام؟ بناقص 20، يبقى هنزل هنا بكام؟ بناقص 40 ديسبل بير ديكيد. لقيت فين؟ لقيت اوميجا بتساوي 2 اللي هو الخط الاخضر اللي قدامنا ده. طب ليه؟ لان ده هيناظر الكورنر فريكوانسي بتاع السمبل بول ده. طيب السمبل بول ده هيضيف كام؟ ناقص 20، وانا كنت نازل بكام؟ بناقص 40، يبقى الخط بتاع الجديد اللي هنزل بيه ناقص 60 ديسبل بير ديكيد. يبقى الخط المنقط اللي قدامنا ده يناظر ايه؟ يناظر الانكومبنسيتد سيستم. طيب بعد كده اعمل ايه؟ يبقى انا كده رسمت الماجنتيود بلوت الخاص بالانكومبنسيتد سيستم. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارسم الفيز بلوت. الفيز بلوت للترانسفير فانكشن دي هتكون ازاي؟ طبعا الكي هتساهم بزيرو ديجري. طب وده
البول ات اوريجين هيساهم بناقص 90 ديجري ايه ديجري. طيب البول اللي عند واحد هيساهم بتان ماينس 1 اوميجا. طب البول اللي عند اتنين اللي احنا هناخد الاتنين المشترك هيبقى نص اوميجا، يبقى تان ماينس 1 نص اوميجا. طبعا من خلال المعادله دي بتاعت الفيز هقدر اكون جدول بيوضح التغير في قيمه الفيز مع التغير في قيمه الاوميجا. عشان كده هعمل في الجدول بتاعي قيمه للفاي عند اوميجا بس 1 من 100 و2 من 100 ونص من 100 ونص و2 من 10 و1 و2 و4 و6 و10، وارسم الفيز بلوت بتاعنا اللي قدامنا ده اللي هو المنقط ده. يبقى الخطوط المنقطه تناظر الماجنتيود بلوت والفيز بلوت للانكومبنسيتد سيستم. كده يبقى انا نفذت الخطوه الاجرائيه الاولى. تاني حاجه عايز اعمل فيها ايه؟ عايز اتشيك الفيز مارجن علشان اشوف الفيز مارجن بتاعتي اتحققت ولا لا، ولو ما كانتش اتحققت انا محتاج اضيف ماكسيمم فيز قدرها كام؟ سؤال لازم نجاوب عليه. طيب يبقى هنا انا هحاول اجيب الجين كروس اوفر فريكوانسي اللي هو نقطه تقاطع الماجنيتيود بلوت بالزيرو ديسبل لاين. هنزل بخط الازرق الراسي ده لغايه اما يتقاطع مع الفيز بلوت في نقطه. لو تلاحظ ان الفيز بلوت بتاعتي هيتقاطع في النقطه اسفل الريفرنس لاين بتاع اللي هو ناقص 180 درجه، ده معناته ايه؟ معناته ان الفيز مارجن بالسالب، يبقى الفيز مارجن هتساوي سالب 32 درجه. وده معناته ايه؟ معناته السيستم بتاعي انستيبل. السيستم بتاعي انستيبل ليه انستيبل؟ لان الفيز مارجن بالايه؟ بالسالب. طيب ده معناته ايه؟ معناته ضروره ان انا محتاج بشكل ضروري محتاج لاج ليد كومبنسيتور. هنبدا بتصميم اللاج كومبنسيتور. عشان اسهل على نفس الاجراءات هنا هنلاحظ ان الفيز بلوت للانكومبنسيتد سيستم هيتقاطع مع الريفرنس بلوت او من الريفرنس لاين بتاعي في النقطه دي. يعني لو انا اعتبرت ان النقطه دي هي الجين كروس اوفر فريكوانسي نيو للكومبنسيتد سيستم هيبقى الامر سهل. ليه؟ لان اي قيمه فوقيها هتناظر الفيز مارجن اللي انا عايزها اللي هي طبعا مخطط لها ان هي تكون بكام؟ ب 50. يبقى انا كده اعتبرت ان دي الزيرو ريفرنس، الزيرو لاين بتاعي اللي هي الريفرنس بوينت بتاعتي. تمام. طب النقطه دي تناظر كام؟ النقطه دي تناظر الحته دي من الفريكوانس اللي هي تقريبا 1.5 راديانس بير سكند. يبقى اذا هنا النقطه دي النيو جين كروس اوفر فريكوانسي هيكون على افتراض ان هو هيكون بيساوي 1 راديانس بير سكند، 1.5 راديانس بير سكند. تمام. هعلمك طريقه لطيفه جرافيكالي تعرفك ازاي تعين اللاج كومبنسيتور زيرو والبول. احنا عارفين وده ملاحظه خدناها في المحاضره اللي فاتت ان الزيرو بتاع اللاج كومبنسيتور هيكون 1 ديكيد بيلو ذا نيو جين كروس اوفر فريكوانسي اللي هو كان كام؟ 1.5 راديانس. يبقى هو هيكون عند كام؟ هيكون عند 15 من 100 راديانس بير سكند. يبقى عند 15 من 100 راديانس بير سكند هرسم خط راسي كده كبير عشان يوضح لي الكورنال فريكوانسي ل الزيرو بتاع اللاج كومبنسيتور. وانا عارف كمان ان الفاي ام بتاعتي تقريبا هتساوي كام؟ تقريبا ب 50 درجه. تمام. بس انا هضيف عليها 5 درجات تخص مين؟ تخص اللاج كومبنسيتور. يبقى الفاي ام هتساوي 55 بيساوي ساين فاي ام بيساوي بيتا ناقص 1 على بيتا زائد 1 اللي هي تقريبا هتجيب لي قيمه للبيتا بتساوي كام؟ هتجيب لي قيمه للبيتا بتساوي 10. يبقى اذا البي سي بتاعي بتاع اللاج كومبنسيتور هيكون ايضا 1 ديكيد مور بس بالنسبه لمين؟ للزد سي. طب الزد سي كان عند كام؟ عند 15 من 100 ريدنس بير سكند. يبقى البي سي هيكون عند كام؟ عند 15 من 1000 ريدنس بير سكند اللي هو الخط البنفسجي اللي انا رسمه ده. تعال نرسم هذا التاثير بالنسبه لللاج كومبنسيتور مع الانكومبنسيتد سيستم. يبقى هنا عند النقطه دي ما تنساش ان انا كنت نازل بناقص 20 ديسيبل. عند النقطه دي يبدا تاثير مين؟ ايوه يبدا تاثير البول. البول اللي عند كام؟ ده اللاج كومبنسيتور ترانسفير فانكشن. اللي هنا عند 15 من 1000 ده سمبل بول. ينزل تاثيره بعد كون الفريكونسي بكام؟ بناقص 20 ديسيبل. طب انا كنت نازل بكام؟ بناقص 20. يبقى ناقصنا 20 زائد ناقص 20 يبقى بناقص 40 ديسيبل بير ديكيد. همد هذا الخط المستقيم اللي هو بناقص 40 ديسيبل بير ديكيد لقيت فين؟ لقيت عند الكورنال فريكوانسي بتاع زد سي اللي هو عند كام؟ 15 من 100. اهو ده ال 15 من 100 اهو اللي هو تاثير مين؟ الزيرو. والزيرو ده عباره عن تاثيره كام؟ تاثيره زائد 20 ديسيبل لكل ديكيد. تمام.
وانا كنت نازل بكام؟ بناقص 40 ديسيبل لكل ديكيد. يبقى هنزل اللاين الجديد ده بتاع ده هينزل بكام؟ بناقص 20 ديسيبل بير ديكيد. طب همده لغايه فين؟ همده كده مبدئيا ارسمه بخط خفيف كده وهشوف لك مبدئيا هنمده لغايه انه كورنر فريكوانسي. تمام، ارسم بس خط خفيف كده في وقت السمي لوك بيبر ومده وهنشوف هنتوقف عند انه موضع. يبقى الحته من هنا من هنا لهنا لهنا ده عباره عن الخطوط دي عباره عن تاثير حاجتين، الان كومبنسيتد سيستم وتاثير اللاج كومبنسيتور. طيب ابدا اعمل ايه بقى؟ عايز اعين موضع الليد كومبنسيتور، موضع ايه فيهم تحديدا؟ الزد سي للليد كومبنسيتور والبي سي للليد كومبنسيتور. هعلمك طريقه جرافيكاليه لطيفه جدا هتكون ابسط شويه من الطرق اللي احنا خدناها في المره اللي فاتت. طيب تعال نبص، هو انا لما كنت اعتبرت النقطات اللي هي النيو جين كروس اوفر فريكوانسي، الحته دي من هنا لهنا ده الانكومبنسيتور سيستم، ما تنساش من هنا لهنا تقديرها كام تقريبا؟ 13 ديسيبل. يعني انا محتاج اعمل اتنيويشن بمقدار كام؟ بمقدار ناقص 13 ديسيبل بير ديكيد، اللي هو الخط الرمادي الخفيف اللي انا رسمته ده، ده مقداره ناقص 13 ديسيبل بير ديكيد. طيب في الليد كومبنسيتور مين اللي هيبان تاثيره الاول؟ الزيرو ولا البول؟ برافو عليك، سامعك بتقول الزيرو. طب الزيرو تاثيره كام؟ بزائد 20 ديسيبل بير ديكيد. يبقى هاجي عند النقطه اللي هي النقطه اللي هي ده اللي هي تقاطع الخط اللي هو ناقص 13 ديسيبل بير ديكيد بالخط بتاع الجين كروس اوفر فريكوانسي الجديد اللي هي النقطة دي، هنقول راسم خط مستقيم ميلو ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد اللي هو الخط الخفيف اللي قدامنا ده، اللي هو هيتقاطع مع الخط اللي هو ناقص 20 ديسيبل في النقطة دي. النقطة ده هي ان الجي الكورنر فريكوانسي بتاع الزيرو الخاص بالليد كومبنسيتور اللي هي تقريبا هتكون عند 7 من 10. يبقى اذا السبعة من عشرة دي هتناظر الزيرو الخاص بالليد كومبنسيتور. طب ما انا عارف ان الـ الالفا برضو هتساوي 10، لان انا عارف ان البول هياتي 1 اتليست 1 ديكيد مور ذان الزد سي. يبقى اذا البول بتاع الكومبنسيتور بتاع الليد كومبنسيتور تحديدا هيكون عند كام؟ هيكون عند 7. يبقى اذا الترانسفير فانكشن بتاع الليد كومبنسيتور هيكون 7 زائد 7 من 10 على 7 زائد على اس زائد 7. يبقى اس زائد 7 من 10 على اس زائد 7، دي بالنسبه لي الليد كومبنسيتور. يبقى اذا الخط اللي انا قلت لك مده بميل قدره ناقص 20 بخط رفيع هيتوقف عند مين؟ عند 7 من 10 اللي هي الكورنر فريكوانسي بتاع مين؟ بتاع الزيرو الخاص بالليد كومبنسيتور اللي هو هيبقى بتاثيره كام؟ زائد 20 ديسيبل. طب انا نازل بكام؟ بناقص 20 ديسيبل. يبقى اذا هينتج ايه؟ خط هوريزونتال لاين لغايه الاوميجا بتساوي 1. ليه تحديدا الاوميجا بتساوي 1؟ ما تنساش ان انا برسم للترانسفير فانكشن بتاع الكومبنسيتد سيستم اللي هو هيناظر البول سيمبل بول عند كورنر فريكوانسي قدره 1. طب السيمبل بول ده هينزل تاثيره بكام؟ بناقص 20 ديسيبل. لقيت فين؟ لقيت اوميجا بتساوي 2 اللي هو ينظر سيمبل بول اخر. يبقى اذا من هنا لهنا هيبقى سالب 20 ديسيبل بير ديكيد، ومن هنا لغيت 7 هيبقى سالب 20 كمان، يبقى بسالب 20 وسالب 20 يبقى سالب 40 ديسيبل بير ديكيد. وعند 7 هيظهر تاثير البول بتاع الليد كومبنسيتور هينزل بناقص 20، يبقى ناقص 20 وكنا نزيد بناقص 40 اللي هو هنبقى ناقص 60 ديسيبل بير ديكيد. يبقى اذا الخط اللي قدامنا ده هو تاثير اللاج ليد كومبنسيتور مع الانكومبنسيتد سيستم. طب وبعدين؟ عايز ارسم الفيس بلوت بتاعت الكومبنسيتد سيستم. طب الفيس بلوت بتاع الكومبنسيتد سيستم هيكون ازاي؟ هيبقى عندي عباره عن ما تنساش ضرب اس زائد 15% على اس زائد 15% اللي هو اللاج كومبنسيتور اللي هي دي، في ضرب اللي هو اس زائد 7 من 10 على اس زائد 7 اللي هي اللاج كومبنسيتور اللي هي دي، الاثنين دول مع بعض اللي هم الليد لاج كومبنسيتور، في 20 على اس في اس زائد 1 في اس زائد 2 اللي هو الانكومبنسيتد سيستم. يبقى دي الترانسفير فانكشن بتاع مين؟ بتاع الكومبنسيتد سيستم اللي هي الفاي بتاعها هيساوي كام؟ تعال نقولها بس اكتبها ورايا بقى في الورقه، هتبقى بتساوي جاهز بالورقه هيساوي 10 ماينس 1 بالموجب
سبعة واحد على سبعة من عشرة اس، او بمعنى ادق تان ماينس وان واحد وثلاثة واربعين من مية اوميجا، زائد تان ماينس وان ستة وسبعة وستين من مية اوميجا، ناقص تسعين، ناقص تان ماينس وان واحد وثلاثة واربعين من مية اوميجا، ناقص تان ماينس وان ستة وستين وسبعة من عشرة اوميجا، ناقص تان ماينس وان اوميجا، ناقص تان ماينس وان نص اوميجا، واعمل جدول وارسم منه الفيس بلوت. هنا اما ننزل من الجين كروس اوفر فريكوانسي الجديده يتقاطع مع الفيس بلوت، هنلاقينا ان احنا حققنا ال 50 ديجري بتاع الفيس مارجن. طيب تمام، هو كان هنا طالب مني ان الجين مارجن يكون بيساوي كام؟ يكون بيساوي 10 ديسيبل. هنا لما نيجي النقطه تتقاطع مع الناقص 180 ونطلع فوق نتقاطع مع الانكومبنسيتد سيستم، مع الكومبنسيتد سيستم، هنلاحظ ان هي تقاطع في كام؟ في 16 ديسيبل. تمام، طب ال 16 ديسيبل ده اكتر من 10 ديسيبل، وده كويس لان كلما زاد الجين مارجن كلما زاد الاستابيليتي، ويبقى احنا كده حققنا له الخصائص اللي طلبناها، ويبقى كده احنا حققنا مع بعض اجراءات تصميم اللاج ليد كومبنسيتور. بكده نكون انتهينا من محاضرة النهاردة، أتمنى تكون المحاضرة سهلة ويسيرة، أتمنى من الله عز وجل أن ييسر لكم كل ما ظننتم أنه عسير. إن شاء الله نلتقي مع بعض الأسبوع المقبل. كان معكم دكتور حمدي كمال المنير، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ.